أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الشعب المعمارية تخصص أعمال البناء الصف الأول. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس مادة تكنولوجيا أعمال البناء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في مراجعة على المقرر بتاع الفصل الدراسي الأول لمادة تكنولوجيا أعمال البناء عشان نعرف نظام الامتحانات بيجي إزاي ونظام الأسئلة بتاعتنا بيجي إزاي، تمام؟ وعشان ما نتفاجئش إن إيه نظام الأسئلة جديد علينا، طبعا إحنا طلب السنة أولى، فعاوزين نعرف نظام ليه نظام ونمط الأسئلة ممكن يجي لنا على إيه، على الشكل إزاي ونمطه إزاي. تعال مع بعض كده نشوف إن شاء الله السؤال الأولاني بيجي إزاي. السؤال الأول اكمل ما يأتي، اكمل ما يأتي. 1، الطوب هو نقط والمصنوع من مواد نقط ونقط، ويعتبر تماسكها وتصلبها بنقط او بنقط. يبقى السؤال الاولاني ممكن يجي لنا على شكل اكمل ما يأتي، تمام؟ اول حاجة جايب لي نقطة اهو في سؤال، الطوب هو نقط والمصنوع من مواد نقط ونقط، ويعتبر تماسكها وتصلبها بنقط او بنقط. تعال نجاوب على السؤال الاول، هنقول له الطوب هو وحدة البناء الصغيرة، ووحدة البناء ايه الصغيرة، والمصنوعة من مواد عضوية وغير معدنية، يعتبر تماسكها وتصلبها بالحرارة او بالتفاعل الايه الكيميائي. يعني احنا بنشوف الطوب بتاعنا ممكن يصنع بالحرارة، تمام، او بالتفاعلات اللي هي الكيميائية، زي التفاعلات الكيميائية زي الطوب الحراري مثلا لما باجي اصنعه، ماشي، ممكن يخش افران ويتعمل له عملية حرق. ده بالنسبة للايه للطوب. طبعا احنا مش هنقعد نشرح ونستفسر ونستفيد في الشرح بتاعنا، تمام، لان دي مراجعة واحنا عارفين ان احنا عارفين الحاجات ديت، بس احنا بنراجع مع بعضينا وبنذكر مع بعض عشان نبقى عارفين ايه، عارفين الاجابة بتاعتنا وبنفكر بعضينا ازاي. تعال نشوف ننتقل للنقطة التانية. من الخصائص العامة للأسمنت انه كلما زادت درجة نعومته زادت نقط، وكذلك تزيد مقاومته لنقط. الإجابة بتاعتنا هنجاوبها، من الخصائص العامة للأسمنت أنه كلما زادت درجة نعومته زادت سرعة التصلد، وكذلك تزيد مقاومته للعوامل الجوية. كل ما يكون الأسمنت بتاعي درجة النعومة بتاعته عالية بتزيد سرعة التصلد بتاعي. سرعة التصلد يعني ليه سرعة الشك بتاعي، تمام، إن هو يوصل ليه، ان هو يبقى متصلد، بدل ما هياخد مثلا اسبوع او مثلا 10 ايام، لا، كل ما بتزيد درجة النعومة بتاعت الاسمنت هيوصل ان هو ممكن يشك يتصلد او يتصلب في زمن قدره مثلا 3 ايام او 4 ايام حسب نوع الاسمنت اللي احنا هنستخدمه. تعالى مع بعض كده نشوف النقطة اللي بعديها، عند تشوين الاسمنت يجب حمايته من الرطوبة بوضعه فوق نقط. عند تشوين الأسمنت يجب حمايته من الرطوبة بوضعه فوق نقط. تعال نجاوب النقطة ديت مع بعض، عند تشوين الأسمنت يجب حمايته من الرطوبة بوضعه فوق طبالي خشبية، فوق طبالي ايه خشبية. طيب تعال نشوف النقطة اللي بعدها مع بعض، عند تشوين الأسمنت يجب حمايته من الأمطار. طب ما هترجع وتقول لي ما احنا قلنا في النقطة اللي قبليها ان احنا عاوزين نحافظ على الأسمنت. لا، خلي بالك ان انا قلت في النقطة اللي قبليها ان احنا هنحافظ على الأسمنت من الرطوبة. الرطوبة دي جاية لي من تحت، يبقى انا لازم احافظ على الأسمنت من تحت، تمام، ان انا ارفعه على طبلية من الخشب اللي هي ألواح من الايه ألواح من الخشب. طيب انا دلوقتي عايز احميه واحافظ على الشكاير الاسمنت ديت من الرطوبه اللي جايه له من فوق. الرطوبه اللي جايه له من فوق ديت اللي هي جايه من
من الندى بتاع الجو او الرطوبه بتاعت الجو، تمام؟ فديت هتاثر على الايه، على الاسمنت، وتخليه يشق ايه، ودرجه ودرجه الاسمنت بتاعتي تقل، ويوصل ايه ان هو يشق ويبقى ايه بايظ. والشريحه ديت او شكار الاسمنت ديت هنضطر ان احنا نركنها على جنب، لان ما ينفعش ان احنا نستخدمها وفيها اجزاء ايه شاكه الا في حالات معينه وهنتكلم عليها. تعال نشوف كده اهو عشان نراجع مع بعض. عند تشوين الاسمنت يجب حمايته من الامطار، يبقى انا هحميه من الحاجات اللي جايه له من فوق عشان ما نتلخبطش ايه ونبدل الاجابات بتاعتنا، تمام؟ ونقول مثلا انا عايز احميه بطبالي، لا الطبالي ديت يبقى من الرطوبه اللي جايه له من تحت. اما لما تكون الحاجه ديت جايه له من فوق زي الامطار الصقيع يجب تغطيته بنقط. يبقى تاني، عند تشوين الاسمنت يجب حمايته من الامطار والصقيع بتغطيته نقط، ولا يستخدم الاسمنت الذي مضى على انتاجه اكثر من نقط شهور او به نقط. يبقى تعال نجاوب على النقط ديت. عند تشوين الاسمنت يجب حمايته من الامطار والصقيع بوضع غطاء مشمع، بوضع غطاء ايه مشمع، ولا يستخدم الاسمنت الذي مضى على انتاجه اكثر من 6 شهور، من 6 شهور، او به حبيبات متسلطة، حبيبات ايه متسلطة. طيب تعال نبص مع بعض كده. يبقى انا عايز احافظ على الاسمنت ده، تمام، بحميه من الصقيع او من الامطار او من العوامل التاثيرات العوامل الجويه، لازم احافظ على الاسمنت دوت بغطيه بايه، بغطاء مشمع زي الكفرات اللي احنا بنشوفها مثلا متغطي بها العربيه، او جزء من مثلا ايه الفرخ مشمع وبنغطي بيه الايه الاسمنت بتاعتي، تمام، رصات الاسمنت بتاعتي ديت بروح مغطيها، تمام، بالايه بالغطاء المشمع. دي اول حاجه. تاني حاجه، العربيه اللي جايه لي ديت هترص لي الاسمنت، الاسمنت ده ابص على تاريخ الانتاج بتاعه واحسب له تاريخ الانتاج ان هو يكون ما يكونش عدى عليه 6 شهور. طب لو عدى عليه 6 شهور هيبدا يشق ودرجه المقاومه بتاعته تقل، طب هيبدا هيحصل فيه كتل، او لو اتعرض مثلا للامطار ولا حاجه هتلاقي الايه الاسمنت دوت بدا يشق، بدا يتحول لكتل. طب الشقاره ديت يا استاذ نرميها؟ طب ما فيها حاجات ناعمه، نعمل ايه؟ ما نستخدمهوش الاسمنت ده، ما نستخدمهوش في الخرسانه المسلحه، او ما نستخدمهوش في الخرسانه العاديه. طب نستخدمه في ايه؟ في اعمال التشطيبات اللي هي البسيطه، في اعمال المرمات. ممكن نروح جايبين الاسمنت ده ونهزه بمهزه، الحاجات المتسلطه ديت نركنها على جنب، الحاجات اللي اتجمدت وبقت كتل ديت نركنها على جنب، اما الحاجات الناعمه ديت ممكن نستخدمها اللي هو اللي نازل من المهزه بتاعتي، ده نستخدمه في ايه؟ في شويه المرمات بتاعتي او في شويه بياض، تمام؟ ده لسه ايه؟ ممكن نشتغل بيه. تعال نشوف النقطه اللي بعديها. الركام الصغير هو ناتج من تفتت نقط، ويجب ان يكون نقط خاليا من نقط ونقط. سمع واحد بيقول لي الركام الصغير، ايه الركام الصغير دوت؟ الركام الصغير زي ما اتكلمنا، عاوزين نفكر مع بعض كده اهو، زي ما اتفقنا مع بعض واتكلمنا، لازم اول حاجه اول ما تمسك ورقه الاسئله تقرا السؤال مره واتنين وما تستعجلش، لازم تقرا السؤال وبالراحه وتعرف هو طالب من حضرتك ايه، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه اشوف يا باشمهندس ان هو ايه، اقرا السؤال وبعد ما اقراه احد نعلم على الحاجات اللي احنا عارفينها ونبدا نجاوب فيها ونركن اللي احنا او نخلي اللي احنا عايزين مثلا نفكر فيه دوت نخليه في الاخر. تعال نشوف مع بعض كده. انت قلت لي الركام الصغير، انت نسيت، ما احنا اتفقنا في اول السنه قلنا الركام ده بينقسم الى نوعين، ايه هما؟ ركام كبير وركام صغير. الركام الكبير اللي هو الزلط، الركام الكبير اللي هو الايه يعرف باسم الزلط، اما الركام الصغير اللي هو الرمل. يبقى نرجع بقى لسؤالنا تاني ونقول الركام الصغير هو ناتج من تفتت نقط، ويجب ان يكون نقط خاليا من نقط وايه ونقط.
تعال نجاوب على السؤال. الركام الصغير هو ناتج من تفتت ايه؟ الجبال بالصحراء. يبقى الركام الصغير اللي هو الرمل لازم يكون احنا عرفنا انه بالبلدي كده ناتج من ايه؟ ناتج من الجبال بالصحراء او وارد الصحراء. طيب ويجب ان يكون نظيفا، يجب ان يكون الرمل دي لازم أن تكون نظيفه خاليه من الكتل المتماسكه والمواد الايه؟ الغريبه. اي مواد غريبه في الرمل لازم ابعدها على جنب. الرمل لازم يكون ايه؟ لازم يكون نظيف خالي من اي املاح او طفيليات. طب لو حد مثلا قال لك مثلا طب انا عايز اعرف الرمل ديت نظيفه ولا مش نظيفه، فيها طمي ولا ما فيهاش طمي؟ في اختبار الرمل اللي احنا عارفينه ممكن تعمله بسهوله مثلا في البيت، تمام؟ اول لما تنزل العربيه او قبل ما تنزل العربيه بتشوف الرمل ديت نظيفه ولا فيها طمي، بتعملها بتاع ايه؟ عايز ايه؟ تكشف عليها بمعنى صح، او عايز تشوف الطمي ده الرمل ديت نظيفه ولا لا، بتروح جايب منديل ابيض وبتروح حاطط فيه شويه رمل وبتروح قافل المنديل دوت وبتدعك المنديل كويس وبتروح رامي شويه الايه؟ الرمل اللي في المنديل. لو انت لقيت المنديل درجه اللون بتاعته اغمقت بقت لونها بني او اسمر، يبقى انت تعرف ان الرمل ديت ايه؟ فيها شوائب، فيها مثلا طمي او املاح او اي شوائب غريبه، يبقى ما ينفعش. عايزين رمل الرمل ما يسيبش اثر في المنديل، تمام؟ يبقى ديت رمل ايه؟ رمل نظيفه خاليه من اي شوائب. تعال نشوف النقطة اللي بعديها مع بعض. إذا خلط الأسمنت رقم 6 أو النقطة رقم 6، لو أنا عارفها أعلم عليها صح كده هوت عشان ما إيه؟ ما أرجع لهاش تاني. لو أنا مش عارفها أعمل عليها دايرة وأسيبها لغاية ما أرجع لها في الآخر خالص أخلص اللي أنا عارفه. تعال النقطة رقم 6، إذا خلط الأسمنت بالماء وترك ليجف فإنه يبدأ ويتصلب من نقط إلى نقط. ويصل زمن الشك النهائي للأسمنت من نقط إلى نقط ساعة. عايز نعرف كده الدرجات الايه؟ التصلب بتاعة الأسمنت من كام دقيقة لكام دقيقة يبدأ الأسمنت يتصلب، وبعد كده يوصل لدرجة الشك النهائي ان هو بقى كتلة صلبة زي ايه؟ اللي هي كتلة الخرسانة اللي هي الصلبة. وصلت بعد لزمن قد ايه؟ قدره ساعة. تعالى مع بعض كده نجاوب مع بعض. إذا خلط الأسمنت بالماء وترك ليجف أنه يبدأ يتصلب من بعد قد إيه يا شباب؟ من بعد 20 دقيقة يوصل ل40 دقيقة حسب نوع الأسمنت ودرجة الإيه؟ زي ما اتفقنا مع بعض درجة النعومة. يبقى من 20 ل40 دقيقة يبدأ الأسمنت يوصل لدرجة الإيه؟ يبدأ في حالة التصلب. طيب بعد كده هو ويصل زمن الشك النهائي ان هو يبقى كتلة خرسانية، تمام؟ يوصل من 3 ساعات ل 12 ايه؟ ل 12 ساعة. يبقى احنا عرفنا اجابة السؤال، اذا خلط الاسمنت بالماء وترك ليجف فانه يبدأ ويتصلب من 20 الى 40 ايه؟ دقيقة. ويصل زمن الشك النهائي للاسمنت من 3 الى 12 ايه؟ من 3 ل 12 ساعة حسب نوع الأسمنت اللي أنا هستخدمه. طيب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده. كسر الأحجار هو ناتج من نقط والتي يجب أن تكون خالية من نقط أو نقط فاصلة، بينما نقط الرخام ناتج من نقط النظيفة. تعال واحدة واحدة مع بعض كده. كسر الأحجار هو ناتج من إيه؟ كسر الأحجار الطبيعية، طلعت على الجبل وجبت قطعة من الحجر، الأحجار الطبيعية ديت، يبقى ده اسمه كسر الإيه؟ كسر الأحجار هو ناتج من إيه؟ كسر الأحجار هو ناتج من كسر الأحجار الإيه؟ الطبيعية، والتي يجب أن تكون خالية من إيه؟ العروق الملحية. اللي هي التسويس او اي عرق في الحجره، تمام؟ العرق دوت بيضعف الايه؟ زي ما احنا عارفين بيضعف الحجره، فبلاش من قطعه الحجر اللي فيها ايه؟ عروق ملحيه او اي مواد غريبه. لو انت شايف ان الحجره دي فيها اي ماده غريبه غير الماده الطبيعيه بتاعت الحجر المصنوعه منها الحجر، تمام؟ يبقى ايه؟ بنستثناه.
يبقى كسر الأحجار هو ناتج من كسر الأحجار الطبيعية، والتي يجب أن تكون خالية من إيه؟ نقط ونقط، اللي هي العروق الملحية أو المواد الغريبة، بينما إيه؟ بودرة الرخام. بينما بودرة إيه؟ الرخام ناتج من سحق، بودرة الرخام ناتج من سحق وطحن قطع الإيه؟ الرخام النظيفة. بودرة الرخام جايبها أنا منين أو مستنتجها منين أو حصلت عليها منين؟ من سحق اللي هو الكسر بتاع الرخام، تمام، كسرته كسرته قطع صغيرة وطحنته لغاية ما وصل معايا لدرجة اللي هي البودرة. سحق وطحن قطع الرخام الإيه؟ النظيفة. تعال ننتقل لنقطة جديدة، الجير السلطاني يعرف بالإيه؟ بالجير الحي. طب استنى ما نستعجلش، عشان ممكن يكون ايه في نوع، في عندنا كذا نوع من انواع الجير. الجير السلطاني يعرف بنقط، ومن خواصه اذا وضع عليه الماء لاجل طفي تحدث عنه نقط ويشاهد حرارة. انت بتشوف، ما نستعجلش، ايه نهدى كده هوت ونقرا السؤال مرة واتنين عشان ما نحطش حاجة مكان حاجة. ويشاهد عليه نقط كبيرة في الحجم ويكون تمدده بقدر كميته الأصلية نقط احنا قلنا ايه. يبقى تعال نجاوب السؤال، الجير السلطاني يعرف بالجير الايه؟ الجير الحي. يبقى الجير السلطاني يعرف بايه؟ بالجير الحي. ومن خواصه اذا وضع عليه الماء لاجل طفيه، الجير اول لما بيجي حي، تمام، بيبدا اروح جايب خرطوم الميه وابدا انزل عليه الميه، تمام. الميه ديت لما بتنزل على الجير بتنتج عنه حراره ممكن تحرق جلد البني ادم اللي بيطفيه، فلازم يبقى حذر واخد باله وهو بيطفي الجير ده. طب واحنا بنطفي الجير دوت هنلاقي الشكاره بقت شكارتين والخمس شكاير بقت 10 شكاير، يبقى بيزيد الجير ده واحنا بنطفيه، تمام، بيزيد الضعف، يعني بيزيد ايه؟ مرتين. تعالى مع بعض كده نشوف. يبقى الجير السلطاني يعرف بالايه؟ بالجير الحي. ومن خواصه اذا وضع عليه الماء لاجل طفيه تحدث عنه حراره ايه؟ شديده. ويشاهد عليه زيادة كبيرة، ويشاهد عليه زيادة ايه؟ كبيرة في الحجم، ويكون تمدده بقدر كميته الايه؟ الأصلية. ويكون تمدده يعني بيزيد أو بينفج بقدر كميته الايه؟ الأصلية. قد ايه؟ قال لك مرتين تقريبا، مرتين ايه؟ تقريبا. تعال ننتقل لنقطة جديدة. 9، حجارة الآلة. حجارة ايه؟ الآلة. قبل ما نجاوب على السؤال دوت تعالى نفكر بعض كده اهو، ان انا عندي الحجاره بتنقسم ايه؟ لنوعين، ايه هما؟ الحجاره والدبش. يبقى تعالى كده نفكر بعض ونذكر بعضينا، الحجاره بتنقسم لايه؟ لنوعين، ايه هما؟ حجاره ودبش. الحجاره اسمها حجاره آلة، اسمها حجاره الايه؟ الآلة. ان انا اطلع على الجبل واجيب قطعه من الحجر ده، تمام، دي اسمها كتلة، أنا بسميها إيه؟ كتلة، بشكلها زي ما أنا شايفها على طبيعتها كده أهوت، بسميها إيه؟ كتلة، كتلة من الحجر. طب لو أنا خدت الكتلة ديت وظبطتها وعدلتها وخليتها مقاساتها كلها متوحدة، بيطلع عليها اسم إيه؟ اسمها حجارة عجالي، أو حجارة اللي هي اسمها يطلق عليها حجارة إيه؟ دستور. اللي هي الدساتير اللي احنا بنشوفها في المباني الاثريه القديمه، بنسميها دستور او دساتير، جمع دساتير، دستور ودستور ودستور، مجموعه الاحجار ديت، تمام، لما باخدها بسويها وبظبطها وبخليها مقاساتها كلها واحد، مثلا ايه 70 في 50 في 40 مثلا، خليت مقاساتها كلها موحده، يبقى في الحاله دي تحولتها من الاسم الاولاني اللي هي اسمها كتله، انا جبت كتله من الجبل، الكتله دي هاخدها ظبط مقاساتها وصلتها لمسمى جديد اسمه ايه؟ اسمها حجاره عجالي او دستور. الدستور دوت جمع كلمه ايه؟ دساتير. ده بالنسبه لمين؟ للاحجار. طب بالنسبه للنوع الثاني اللي هو الدبش، بينقسم لايه؟ لاربع حاجات او اربع انواع، ايه هما؟
في عندي الحجاره اللي هو الغشيم، في عندي اللي هو الدبش الغشيم، وفي عندي الدبش الحلواني، وفي عندي دبش اللي هو الدقشوم، وفي عندي حجار الدقشوم لدبش الكلفه. يبقى هم ايه؟ هم انواع الدبش 4 انواع. ايه هم؟ ممكن يجي لي اكمل اذكر او امل. تنقسم انواع الدبش، تنقسم انواع الدبش الى نقط ونقط ونقط. ادي سؤال جديد اهو، تمام. ايه هي انواع الدبش؟ اول حاجه اللي هو الغشيم اللي انا جبته زي ما هو كده من الجبل، حطيته دي كتله دي زي ايه هو الدبش. في ناس ما تعرفش ايه هو الدبش لغايه دلوقتي. الدبش دوت زي ما احنا بنشوف دوت واحنا معدين من جنب الكباري، بلاقي قطع ايه، قطع حجر مرصوصه جنب بعض، وما بينهم ايه، الاسمنت اللي هي طبقه المونه بتاعت اللي هي اللحامات بتاعتي، هي ده هو ده اللي هو الدبش. طيب انا لما اجيب قطعه الدبش ديت واروح مخليها بنفس شكلها ده بسميها غشيمه، بسميها ايه؟ حجار دبش غشيم. دبش ايه؟ غشيم. طب لو انا قصرت المسافه بتاعتي وظبطتها، اقل مقاس فيها او اكبر مقاس فيها، متاسف، اكبر مقاس فيها ما يزيدش عن 20 سنتي، اسمه دبش حلواني. اسمه دبش ايه؟ اسمه دبش حلواني. طب الدبش الحلواني ده لو انا قللت المقاس بتاعي شويه عن الدبش الحلواني، يعني اقل من 20 سنتي، يبقى انا في الحاله دي هسميه دقشوم. الدقشوم ده اللي انا بستخدمه في الخرسانه الايه، في الخرسانه العاديه، وما ينفعش استخدمه في الخرسانه المسلحه. يبقى حجاره الدقشوم دي اللي انا بستخدمها فين؟ في الخرسانه العاديه. طبقه نظافه بتتحط تحت على الارض كده، هو ده اللي ممكن استخدم فيها الايه، الدقشوم. طب في حجاره الكلفه اللي هو ناتج من تنظيف الحجره في الاول خالص، اللي هي الغشيمه، ناتج منها قطع صغيره كده، بسميها حجاره الايه، الكلفه. يعني مفيش حاجه بتترمي، اخد الحجره في الاول زي ما هي ورصها، اسمها حجر ايه، او دبش ايه، دبش غشيم. خدته وظبطته، اكبر ضلع فيه او اكبر مقاس فيه ما يزيدش عن 20 سنتي، هسميها ايه؟ هسميه دبش حلواني. دبش ايه؟ حلواني. طب الدبش الحلواني ده لو انا اقل خدته و قللت من المقاس بتاعه بقى مثلا 5 او 7 او 6، اقل من 20، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه دقشوم. طيب لو انا خدت الكسر بتاع الحجر الغشيم اللي انا نظفته بيه عشان اوصل للحلواني ده، تمام، الكسر الصغير ده هسميه حجاره الايه؟ الكلفه. حبيت ان انا اوضح مختصر كده بسرعه ونفكر بعضينا، تمام، عشان ما نسيبش اي حاجه في الامتحان، ويبقى كل حاجه اتعرضنا لها وشرحناها. تعالى نرجع لسؤالنا كده. حجارة الآلة هي نقط الحجارة في المقاس وتكون غشيمة وتسمى نقط، وإذا صلحت ونحتت سميت حجارة نقط أو نقط، وتستعمل في بناء الحيطان الإيه؟ الحجرية. تعالى نجاوب على السؤال بتاعي. حجارة الآلة هي أكبر الإيه؟ أكبر الحجارة في المقاس وتكون غشيمة، وتكون إيه؟ غشيمة. طيب وتسمى كتلا، يبقى الغشيمه دي هتسمى ايه؟ كتلا. واذا صلحت، ظبطت مقاساتها ونحتها تمام التمام وخليتها مقاساتها موحده، ونحتت سميت حجاره عجالي او ايه؟ او دساتير، اللي هو جمع ايه؟ دستور. وتستعمل في بناء الحيطان الايه؟ الحجريه. تعال ننتقل لحاجه جديده او نقطه جديده. الاسمنت البرتلاندي فائق النعومه اللي هو 411، الاسمنت البرتلاندي فائق النعومه 411، يستخدم في اعمال نقط ونقط ونقط. هنجاوب. الاسمنت البرتلاندي فائق النعومه 411 يستخدم في اعمال السدود والخزانات والفلنكات الايه؟ الخرسانيه. كلنا عارفين السدود وعارفين الخزانات، الفلنكات ديت اللي هي بتتحط تحت قضبان الايه؟ قضبان السكه الحديد. طيب تعال نشوف النقطه اللي بعديه ايه بعديها. تنقسم الحجاره الى نوعين، تنقسم الحجاره الى ايه؟ نوعين، هما نقط وايه؟ ونقط، لسه قايلينها. تنقسم الحجاره الى نوعين، هما حجاره رمليه وحجاره ايه؟ جيريه. الحجر لا يكون ناتج من الرمل او حجر ناتج من الايه؟ الجير، اللي هو الحجاره والايه؟ والدبش زي ما اتكلمنا.
طيب تعال نشوف النقطة اللي بعديها. دي احنا كده خلصنا اكمل، هنخش على نمط جديد من الأسئلة صح وغلط. ممكن يجي لي يقول لي اذكر او ضع علامة صح في المكان المناسب او امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الايه الخاطئة، ويسيبني على كده. وممكن يجي يروح قايل لي ايه، ضع علامة صح في المكان المناسب وعلامة خطأ في الايه امام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ، مع تصحيح الايه الخطأ. تمام، تعال نشوف كده السؤال ده مع بعض كده. السؤال التاني، حجارة الدبش هي الأقل مقاسا من حجارة الآلة، لسه قايلينها من شوية. ها، حجارة الدبش هي الأقل مقاسا في من حجارة الإيه؟ الآلة، صح. طيب نمرة اتنين، الدقشوم هو الحجارة الأكبر من الدبش الحلواني، الدقشوم هو الحجارة الأكبر من الدبش الحلواني، صح ولا غلط؟ تعال نشوف كده، الدقشوم هو الحجارة الأكبر من الدبش الإيه؟ الحلواني. الدقشوم هو الحجارة الأكبر من الدبش الحلواني. لأن هنحط صح ولا غلط؟ لا، الإجابة بتاعتنا غلط. ليه يا أستاذ؟ لأن أنا جبتها لك على جنب كده، لأن أنا هفكرك وقلت لك إيه؟ الدقشوم هو الحجارة الأصغر من الدبش الإيه؟ الحلواني، وليس الأكبر. يعني بص، كلمة صغننة في وسط السطر هي اللي ايه اللي خلتني ان انا احط علامة الايه الغلط. يبقى لما يجي يقول لي وضح او صحح العبارة، تمام، يبقى هنقول له ايه، الدقشوم هو الحجارة الاصغر من الدبش الايه الحلواني. طيب النقطة اللي بعد كده، الكلفة، حجارة الايه الكلفة هي الشطف والاجزاء الصغيره الناتجه من كسر الاحجار، صح ولا غلط؟ من غير ما اجيب الاجابه اهو، صح الاجابه بتاعتي ايه، لان انا قلت لك ده الكسر اللي ناتج من الايه، من تثبيت الحجر في الاول. الكلفه هي الشطف والاجزاء الصغيره الناتجه من كسر وتصريح الايه الاحجار. نقطه رقم خمسة، من مميزات حجر الجرانيت احتفاظه بلمعانه لمده ايه اطول. من مميزات حجر الجرانيت، حجر ناشف اللي هو الحجر الصوان، تمام، يحتفظ بلمعانه لمدة أطول، صح ولا غلط؟ صح طبعا، مش محتاجة كلام. من مميزات حجر الجرانيت احتفاظه بلمعانه لمدة ايه أطول، يفضل فيه طبقة اللمعان بتاعته ديت موجودة، تمام، باستمرار. بعد كده تضاف، نقطة رقم ستة، تضاف مادة فيب ميكس دي اتش لمونة البياض كبديل للأسمنت، صح والغلط؟ ده من ضمن الإضافات اللي بتتحط على المونة يا شباب. تضاف مادة فيب ميكس دي اتش لمونة البياض كبديل للأسمنت، صح والغلط؟ لا غلط. ليه؟ تضاف مادة فيب ميكس دي اتش لمونة البياض كبديل للأسمنت، غلط. ليه؟ لأن أنا المادة دي بتضاف للمونة كبديل للجير، مش ليه بديل للايه للاسمنت. تعال اهو انا جايبها لك برضه اهو، تعديل، تضاف مادة في ميكس دي اتش لمونة البياض بديل للجير، ليه؟ لتحسين قابلية الايه التشغيل. تعال نشوف النقطة اللي بعديها كده، احنا خلصنا السؤال التاني، تمام. يبقى احنا كده ممكن يجي لنا في الامتحان سؤال اكمل وسؤال صح وايه وغلط، تمام. طيب ممكن يجي لي اختار من بين الاقواس، بس دي الاكثر شيوعا او الاكثر استخداما في الايه في الامتحانات، والاسهل بالنسبه للمصححين ان هي يجيبها لك اكمل او ايه صح وغلط، تمام. تعال بقى لما اجيب لك مثلا سؤال صغير كده، لان طبعا الظروف اللي احنا مع ايه اتوضعنا فيها الزمن هيبقى بتاع الامتحان صغير، فهيجي لك امتحان ايه اسئله في بعض الامتحانات كده زمنها صغير تتجاوب بسرعه، تمام. تعال ننتقل لسؤال جديد، وهو عرف الاسمنت ثم اذكر انواعه باختصار. عرف الاسمنت ثم اذكر انواعه بايه باختصار. طب تعال نعرف الاسمنت مع بعض. الاسمنت هو عباره، لازم انت الاسماء السؤال، تمام،
مطلوب في ايه؟ مطلوب طلب واحد ولا مطلوب في اكتر من طلب؟ عارف الاسمنت، ادي جزء من السؤال، ثم اذكر انواعه باختصار. يبقى هو عايز تعريف الاسمنت، يبقى انا هاخد له كده الاجابه بتاعتي، اقول له الاجابه تعريف الاسمنت، واعمل شرطه كده وانظم الاجابه بتاعتي، اقول له الاسمنت هو عباره عن سيليكات الكالسيوم وعند خلط الاسمنت بالماء لبعض الوقت يتصلد. يبقى الاسمنت عباره عن ايه؟ سيليكات الايه؟ الكالسيوم، ويتضاف عليه كميه من الميه، تمام، ويساب او نسيبه او نتركه لبعض الوقت، ساعه ساعتين 5 10، زي ما احنا قلنا في الاول، يتحول كتله الاسمنت او بودره الاسمنت ديت تتحول لايه؟ لحجر. وفي عندي انواع كتير من الايه؟ من الاسمنت، ويتم انتاج عشرات الانواع من الاسمنت اللي يستعمل كل نوع منها لوظيفه معينه. ويتم انتاج عشرات الانواع من الاسمنت اللي استعمل كل نوع منها ايه؟ لوظيفه معينه، حسب نوع الاسمنت اللي انا ايه هستخدمه. جايب لك انا صوره، بص كده، في عندي اسمنت لونه رمادي، في اسمنت لونه اسود، في اسمنت درجه النعومه بتاعته ناعمه جدا، في خشنه شويه، في اسمنت ابيض. ده كل نوع من الانواع ديت بيبقى ليه ايه؟ ليه استخدام. تعالى مع بعض دوت، في مثلا عندي الاسمنت البورتلاند. الاسمنت البورتلاند دوت في منه انواع كتير على حسب الاستخدام. يعني الاسمنت البورتلاند العادي اللي احنا بنشوفه في المحلات دي بتاعتنا اللي قريبه من بيتنا في حياتنا، تمام، بيبقى اسمنت بورتلاندي. ده بيستخدم في اعمال الخرسانه، بيستعمل في اعمال المباني، بيستعمل في اعمال التشطيبات. اي استعمالات للاعمال المباني او الصيانه بستخدم الاسمنت الايه؟ البورتلاندي العادي، تمام. طيب الاسمنت البورتلاندي بتاعي دوت ممكن يوصل درجه الشك بتاعتي لمده قد ايه؟ مثلا 3 ايام. طب انا مستعجل، انا شغلي على طريق عمومي او شارع عمومي، عايز اخلص بسرعه عشان افك الايه؟ اجناب الشده الخشبيه بتاعتي، يبقى انا بستخدم نوع تاني ما ينفعنيش الاسمنت اللي هو البورتلاندي العادي، استخدم الاسمنت اللي هو سريع التسلط، اللي لو العادي هيشك مثلا ويتسلط في خلال 3 ايام، استخدم اللي هو الاسمنت سريع التسلط اللي هو شيء ايه؟ يتسلط في ايه؟ ياخد في زمن قدره يوم، نص المده بتاعت الاسمنت اللي ايه؟ البورتلاند اللي هو العادي، تمام. او عايز عملت الشده الخشبيه بتاعت السقف بالقمر والعمدان او صبيت العمدان، عايز استخدم الخشب، استخدم الخشب بسرعه، تمام، ينفعني في حاجه تانية عشان اختصر الايام. طب بدل ما استخدم الاسمنت اللي هو البورتلاند العادي، لا، استخدم الاسمنت البورتلاند اللي سريع التسلط اللي هو يشك مثلا في خلال يوم او يوم ونص، لان الشده الخشبيه لجداب العمدان بتتفك بعد يومين، بتتفك بعد ايه؟ طب انا مستعجل يا استاذ، يبقى انا استخدم الاسمنت البورتلاند سريع التسلط وافك ليه اجناب العمدان ديت بعد يوم، نص المده بتاعت الاسمنت اللي ايه؟ البورتلاند العادي، تمام. طيب عايز افك جناب اللي ايه؟ او الواحد التطبيق بتاعت بلاط السقف بتاعتي، بدل ما افكها بعد اسبوع، لا، افكها بعد مثلا 3 ايام. يبقى انا بحدد نوع الاسمنت اللي انا بستخدمه، تمام، على حسب العمل وحسب الانتاج بتاعي وحسب الشغل بتاعي. طب تعال نشوف مع بعض كده انواع الاسمنت. يبقى احنا خلصنا اول جزء في الايه؟ في السؤال بتاعي اللي هو التعريف. نخش على انواع الاسمنت. قلت لك في الاول لو تفتكر ان انواع الاسمنت ايه؟ عشرات كتير. اول حاجه اسمنت بورتلاند ايه؟ عادي اللي احنا قلنا عليه، تمام، بيستخدم. ممكن يجي يقول لي اسمنت بورتلاند عادي وبيستخدم في ايه؟ في نقط ونقط. هنقول له بيستخدم في اعمال الخرسانه واعمال المباني، وممكن يستعمل في اعمال التشطيبات. 2، اسمنت بورتلاند سريع التسلط. قلت لك ده بيستخدم في إيه؟ لما يكون محتاج ان انا انجز الشغل بتاعي في مده زمنيه اقصر من الايه؟ الاسمنت البورتلاند العادي. طب رقم 3، اسمنت بورتلاند منخفض الحراره، اسمه ايه؟ اسمنت الخزانات، اسمه اسمنت الايه؟ الخزانات. ليه يا استاذ ممكن ليه استخدم الاسمنت البورتلاند منخفض الحراره في الخزانات؟ لان الخزانات عندي لما باجي اعمل الجناب بتاعت الخزان بتاعي بيبقى عباره عن كتله. طب الكتله ديت لو انا استخدمت الاسمنت البورتلاند العادي بتاعي، تمام، هاجي يا باشمهندس قال لي لو انت بتلاحظ في بلاطه السقف بس اللي هي سمكها 10 سم، تمام،
لو انت سبتها لغايه اخر النهار وجيت بصيت عليها كده اهو تمام، هتلاقي حصلت شعيرات او زي شروخ شعريه كده رفيعه جدا في بلاطه السقف. دي ناتجه من ايه؟ نتيجه من الحراره اللي طلعت من الاسمنت اثناء عمليه الايه؟ الشق. فعشان كده بقول لك ايه؟ رش الخرسانه ديت مرتين يوميا، مره الصبح قبل ما الشمس تطلع عليها، ومره اخر النهار، عشان اعالج الشروخ والتشققات اللي بتحصل من تفاعلات الايه؟ الاسمنت ديت يا باشمهندس. تمام؟ طب لما انا بتكلم في بلاط السقف 10 سم، طب لما اعمل خزان مثلا ايه الجنب بتاعه كتله مثلا 20 او 30 سم او 50 سم، ما بالك بقى الايه يعني ايه الحراره اللي ناتجه منه. فعشان كده ادور على الاسمنت اللي يناسبني. طب ايه الاسمنت اللي يناسبني؟ الاسمنت اللي يناسبني اللي هو منخفض الايه الحراره، اللي ما يطلعش ايه ما ينتجش منه حراره ايه شديده. تعال نشوف النوع اللي بعده، اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات. مقاوم للكبريتات ده استخدمه امتى يا استاذ؟ قال لك هي ليه مقاوم للكبريتات؟ الكبريتات دي موجوده فين؟ موجوده في المناطق الساحليه اللي هي قريبه من البحر. لما بنطلع مثلا نصيف ونبص دوت على العماير اللي هي بتطل على او الشاليهات اللي هي قريبه من البحر، بلاها متشققه وحصل فيها تشقق. ليه؟ نتيجه ان المياه الكبريتيه او الكبريتات اثرت على الخرسانه وحللتها. فعشان كده ما ينفعش ان انا استخدم الاسمنت العادي في المناطق الساحليه، عشان ما ايه؟ عشان الخرسانه بتاعتي ما تبقاش ضعيفه وحديد التسليح بتاعي يظهر. فانا بستخدم الاسمنت المقاوم للايه؟ الاسمنت المقاوم للكبريتات. طيب نشوف النوع اللي بعده، اسمنت بورتلاند حديدي 35، زيه زي البورتلاند العادي ده، بس ده اقل درجه من البورتلاند الايه العادي وارخص شويه. نيجي بعد جواد النوع رقم 6 من انواع الاسمنت، اسمنت بورتلاند ابيض. ده طبعا ليه استخداماته، مش زي الاسمنت البورتلاند الايه اللي هو العادي اللي هو الرمادي او الاسمر، لا، الاسمنت الابيض ده بنسميه اسمنت الايه التشطيبات. بستخدمه فيه، بتلاقيه مثلا في اعمال بعد ما المبلط بتاع السيراميك او الاشان بعد ما بيخلص، او بعد ما المبلط بتاع الرخام بيخلص، عايز يملى اللحامات اللي موجوده ما بين الايه بلاطات السيراميك، عايز يقفل اللحامات ديت. يقفلها ازاي؟ ما ينفعش باسمنت اسود، بجيب الاسمنت الابيض دوت وبعمله السيئيه، وبروح ايه وبروح معدي بروح مررها او بعديها او رششها على البلاط دوت، وبروح مسحها كده وعدي على البلاط ده كله. وبعد بعد السيئيه ديت بروح جايب شويه اسمنت بودره ناشفه تمام، واروح دايس واروح كاوي اللحامات اللي موجوده ما بين ايه بلاطات السيراميك ديت، بروح كاويها. طب انا مش عايزها لونها ابيض يا استاذ، عايزها لونها بيج، ممكن اضيف شويه اكاسيد على الاسمنت ده تمام، واروح مظبطها عشان اوصلها ان هي تبقى درجه الاسمنت الابيض دوت تبقى قريبه من درجه الايه الرخام او السيراميك او الاشان اللي انا استخدمته. يبقى ده بيستخدم في الاعمال الايه اعمال التشطيبات، ده الاسمنت الايه الابيض. وطبعا ده بيبقى غالي الثمن، اغلى من الاسمنت اللي هو البورتلاند العادي اللي هو الاسمر او الرمادي ده. ليه؟ لان هو بيحتاج درجه حراره اعلى من الاسمنت الايه اعلى من درجه الاسمنت البورتلاندي اللي هو العادي اللي هو الرمادي تمام. عشان كده بيبقى غالي الايه غالي الثمن شويه. بتلاقي الشكاره بتاعته تمام، لو الاسمنت البورتلاندي العادي مثلا ب 50 جنيه هتلاقي الشكاره الثانيه ديت ب 100 جنيه، هتلاقي الضعف. ليه؟ لان هو بيحتاج حراره اعلى من الاسمنت الايه البورتلاند. تعال نشوف النوع اللي بعده، اسمنت بورتلاند اللي هو الايه الكرنك، وده اقل جدا من الايه من انواع الاسمنت. اسمنت برضو بيستخدم في اعمال التشطيبات اللي هي معلاش حمل او ضغط ايه عالي. اسمنت بورتلاند فائق النعومه اللي احنا اتكلمنا عليه في اكمل، وهو بيستخدم في اعمال الايه الفلنكات والاعمال عشان درجه النعومه بتاعته عاليه. طيب اسمنت بورتلاندي السدود للايه للماء، استخدمه عشان الخزانات بتاعه الميه. يبقى اسمنت بورتلاندي السدود ليه للماء، ان انا اعمل سد للايه للميه. النوع اللي بعديه اسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات، مقاوم للايه للبكتيريا، مقاوم للايه
في نوع عدة اسمه مقاوم للايه؟ للكبريتات، اللي احنا قلنا عليه بيستخدم في المناطق اللي هي الساحلية. اما مقاوم للبكتيريا ده بيستخدم في مثلا ايه؟ في المصانع اللي هي بتاعت المشروبات او مثلا الاكل الاطعمة، عشان يقاوم ما يتفاعلش مع الأطعمة أو المشروبات اللي موجودة في المصنع، بستخدم نوع من أنواع الأسمنت اسمه مقاوم للإيه؟ للبكتيريا. يبقى أنا عندي 10 أنواع لخصهم لك بسرعة كده، وعرفتك بسرعة كده استخدام كل نوع إيه على حدة. تعال نشوف بعد كده، إحنا خلصنا الإيه؟ السؤال الثالث. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. عرف الطوب ثم اذكر باختصار أنواع الإيه؟ الطوب. نعرف الطوب الاول، هنقول له الطوب هو وحده البناء الايه؟ الجزء ده لو نفتكر برضو بنراجع مع بعض، ده جالي في ايه؟ في اكمل. الطوب هو وحده البناء الايه؟ الصغيره. والمصنوع من ايه؟ والمصنوع من مواد عضويه وغير ايه؟ معدنيه. يتم تماسكها وتصلبها بالحراره او بالتفاعلات الايه؟ الكيميائيه. طيب انواع الطوب بسرعه كده مع بعض عشان نحاول ان احنا ناخد ايه؟ اكبر كم من الاسئله بتاعتي. أنواع الطوب، يوجد أنواع كثيرة من الطوب تستعمل في بناء الحوائط الداخلية والخارجية، تختلف فيما بينها باختلاف المادة المصنعة منها. أول نوع الطوب الطفلي، في عندي منه نوعين، طوب مخرم وطوب بلوكات اللي هو المصمت. اتنين، طوب الليكة، طوب الليكة الخفيف، تمام. تلاتة، طوب الرملي. أربعة، طوب الأسمنتي مصمت ومفرغ، في منه المصمت وفي منه الايه؟ المفرغ. خمسة، الطوب الحراري اللي احنا بنستخدمه في الايه؟ في الدفايات، مثلا في شغل الدفايات، الحاجات اللي متعرضة للنار، شغل الأفران، ماشي. رقم ستة، البلوكات الزجاجية المصمتة والمفرغة، في منها مصمت وفي منها ايه؟ مفرغ. البلوكات او الطوب الزجاجي ده اللي بيستخدم في قاعات الايه؟ الافراح، وبيبقى عزل، بيستخدم كعزل مثلا ايه؟ للصوت، وبيدي في نفس الوقت ايه؟ شكل ومنظر ناحية جمالية. البلوكات الايه؟ الجبسية، ان انا اعمل قوالب طوب بسميها بلوكات ايه؟ بلوكات جبسية. تمانية، الطوب الاسفلتي والمطاط اللي احنا بنستخدمه في الايه؟ في الشوارع والارصفه. طوب الحجر الصناعي، طوب الحجر الصناعي ان انا بايه؟ ان انا الطوب ده اللي هو بيستخدم في تكسيه الايه؟ الواجهات. اخر نوع من الانواع بتاعتي في الطوب رقم 10، بلوكات الطوب المنصور اللي هو ما بين قوسين المقطوع من الايه؟ من الجبل. يبقى احنا كده عرفنا الاسمنت، عرفنا كده مع بعض السؤال اكمل. السؤال التاني كان صح وغلط. السؤال التالت قلت اعرف الاسمنت وايه هي انواعه باختصار. السؤال اللي بعد كده قلت لك اعرف الطوب وايه هي انواعه، ده عصب التخصص يا شباب، تمام. لازم نبقى عارفين الاساسيات بتاعتنا، مش هنعتمد ان احنا بس ايه بناخد الحاجات دي كمادة ان احنا داخلين امتحانات، لا، دي عصب التخصص لازم نستفاد منها عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكمل مع بعض. طيب تعال نشوف في سؤال جديد مع بعض. السؤال الخامس، ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند بناء الحوائط بالطريقة الايه؟ الانجليزية. ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند بناء الحوائط بالطريقه الايه؟ الانجليزيه. تعال نقول له كده، تعال مع بعض. الاول، اول حاجه عايز حضرتك كل سؤال في صفحه، ما نحطش الاسئله مع بعض كده كلها. مثلا انا شايف ان الامتحان مثلا ايه يعني صغير، اروح حاطه كده في صفحه او صفحتين، لا، كل سؤال في صفحه، واروح كاتب من فوق كده بعد ما بسطر الورقه الاجابه بتاعتي او كراسه الاجابه كلها بسطرها، تمام. بروح كاتب مثلا السؤال الاول، اجابه السؤال مثلا رقم 5، اجابه السؤال الخامس. طب هو طالب ايه؟ عايز يعرف الشروط الواجب مراعاتها عند البناء بالطريقه الانجليزيه. قلنا يا باشمهندسين ان انا عندي عده طرق للبناء، منها اللي هي مقرر علينا السنه دي البناء بالطريقه الايه؟ الانجليزيه. طب ايه هي الشروط اللي انا لازم اراعيها في اللي وانا بشتغل ومستخدم الطريقه الانجليزيه؟ اول حاجه تعالى مع بعض كده نبسط المعلومه بتاعتي. قالب الطوب،
قال لي بالطوب دوت يا باشمهندسين، قلنا ليه طول وعرض وايه وارتفاع. الطول بتاع القالب 25 في عرض 12 في ارتفاع 6. طيب تعالى واحنا بنراجع كده مع بعض، لو انا رصيت القالب بطوله، لو انا رصيت القالب بطوله في اتجاه طول الحيطه، لو انا رصيت القالب، بركز تاني مع بعض كده عشان الحاجات دي هنستخدمها، لو انا رصيت القالب باتجاه طوله، باتجاه طول الحيطه، في طول الحيطه ادي الحيطه اهي طولها مثلا 2 متر، حطيت القالب اهو في الاتجاه ده، المقاس اللي انت شايفه طوله كام؟ 25، والارتفاع كام؟ والارتفاع 6. انت شايف السيل، شايف ال 12 ديت؟ مش شايفها. اللي انت شايفها من قدامك ايه؟ ال 25، ال 25 وارتفاع ايه؟ وارتفاع 6. تمام؟ الارتفاع الست دوت يا باشمهندس يبقى القالب او المدماج دوت بتاعي اسمه ايه؟ شناوي. طب لما ارص القالب بعرضه كده يا باشمهندس، بعرضه اللي هو ال 12 في ارتفاع 6، يبقى اسمه ايه؟ اديا. طيب لما تيجي تبص معايا القالب وانت رصه، الحائط لما يكون سمقه قالب او قالبين، قالب او قالبين او ثلاثه، سمق الحائط قالب او قالبين او ايه او ثلاثه، هتبص من هنا هتشوف اديا، تمام، اللي هو العرض ده، هبص من الناحيه الثانيه هلاقي اديا. طيب لو رصيت، لو حطيت القالب بعرض بطوله كده هوت، هتبص من هنا هتلاقيه شناوي، يبقى من الناحيه الثانيه هتلاقيه شناوي، يبقى ده اللي هو سمق الحائط بتاعي اللي هو سمق ايه؟ سمق قالب او قالبين او ثلاثه. طيب تعال نبص مع بعض كده، بعد اول اديه لو انا رصيت القالب في الاتجاه ده بالأدية كده، لازم أن يبقى بعديه حاجة اسمها اللي هو ربع القالب اللي احنا بنسميه كنيزر، لازم أن يوضع بعد أول أدية، لازم أن يوضع ايه؟ كنيزر. تمام؟ طيب لو احنا المعلومة بعد كده هوت، لو انا اشتغلت، انت اشتغلت الاول قبل كده هوت على ايه؟ سمك الحائط قالب او قالبين او ثلاثة. طب لو انا اشتغلت على الحائط ان هو سمكه قالب ونص، قالب وكسوره، قالب ونص او قالبين ونص او ثلاثة ونص، ايه اللي انا هشوفه؟ لو انت بصيت من هنا هتلاقيه اديا، يبقى انا هبص من الناحيه الثانيه من عند انا من ناحيتي كده هشوفه ايه؟ شناوي. لو انا رصيت القالب كده وشفت انت من ناحيتك شناوي، يبقى انا هبص الناحيه الثانيه هلاقيه العكس اللي هو الايه؟ الاديا. دي الشروط الواجب مراعاتها عند البناء باختصار كده شديد، الشروط الواجب مراعاتها عند البناء بالايه؟ بالطريقه الانجليزيه. تعالى مع بعض كده نشوفها باختصار. إذا كان سمك الحائط قالب واحد أو مقررات القالب مثل قالبين أو ثلاثة، فإن رصات القوالب في أي مدماج تكون من الخلف متشابهة لها من الأمام، يعني اللي في الخلف متشابه لها إيه؟ في الأمام، فإما أن تكون بشكل أديات أو بشكل إيه؟ شناويات من الجهتين، ده لو سمك الحائط إيه؟ قالب أو مقرراته قالب أو قالبين أو ثلاثة. النقطة اللي بعد كده، إذا كان سمك الحائط ليس بقوالب صحيحة، بمعنى أن يكون قالب ونص أو قالبين ونص وهكذا، فإن القوالب تظهر في المدماك الواحد شناويات من جهة وأديات من الجهة الإيه؟ الأخرى، والعكس. يعني أنت شايفها من ناحية شناويات، يبقى من الناحية من الجهة الأخرى إيه؟ شايفها أديات. طيب النقطة اللي بعد كده، في رص القوالب بالمدماك توضع الأدية وبجانبها مباشرة الإيه؟ الكنيزة. بعد النقطة اللي بعد كده، تقل عدد القوالب الشناويات في اي حائط كلما زاد سمكها وتقصر عدد الايه؟ الاديات. يعني انا لو عندي حائط مثلا هفرد فيه 8 شناويات، طب ال 8 شناويات دولت هيحتاجوا ايه؟ هيحتاجوا 16 اديه. لا مش 16 اديه، 15 ونص اديه، 15 قالب ونص ايه؟ اديه، عشان في عندي ربع وربع اللي هو الكنيزه. ده كان مختصر كده يا باشمهندسين، ومراجعه سريعه على ايه؟ دروس ماده التكنولوجيا، تخصص ايه؟ مادتنا بتاعتنا اللي هي ماده ايه؟ اعمال البناء. وان شاء الله بنلاقي لينا لقاءات اخرى ان شاء الله، ربنا يكلنا في العمر بقيه ان شاء الله، ونتابع مع بعض المراجعات بتاعتنا قبل الامتحان، ولنا لقاء اخر ان شاء الله في حلقات ايه؟ اخرى.